معاكم النهارده حابين ننقل فعاليات احتفاليه يوم اليتيم للاعلاميه الجميله استاذه شهي علي رئيس مجلس اداره نسمات نيوز. المقام النهارده يوم 19 ابريل 2022. تعالوا مع بعض نشوف النهارده في ايه. ان شاء الله باذن الله على التوالي نعملها في قصر السنوتي. السنه اللي فاتت كسينا 50 طفل واطعمنا 50 طفل على الفطار. السنه دي معانا العدد 80 طفل ان شاء الله كسوه واطعام على الفطار. هي حاجه جميله جدا وطبعا دي مش جديد عليكي، يعني كالعاده كل سنه سابقه بالخير. والنهارده انا شايفه في فقرات والاطفال كلهم مبسوطين. والله احنا دعينا الفنان شريف فلوسي ولما دعوه جنة، دعينا الاستاذ نادر ابو الليف وبرده جنة عشان يبسط الاولاد، والحمد لله هنا الناس كلها متعاونه ان هي تبسط الاولاد وتفرحهم. كالعاده متميزه، وبجد احنا بنشكرك على الفرحه اللي انت النهارده خليتيها في عيون كل الاطفال وخليتيها في عيوننا احنا كمان. يعني تكريمك لينا ده كبير جدا على راسك. حبيبتي ميرسي يا رانيا، وانتوا نورتونا وكل اعضاء الجريده وكل الضيوف نورونا النهارده. نورك، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه حبيبتي. شكرا.